اتفضل. مساء الخير، عدنا للجلسة الثالثة والأخيرة اللي بنكمل فيها مداخلات محاضرة الليلة عن الأواني المقدسة أو أواني القرابين المقدسة في مصر القديمة حتى نهاية عصر الدولة الحديثة. وكان التساؤل هل الأواني محدد ارتباطها بسائل بعينه نصا أو من خلال أي نوعية من الدراسات الأخرى؟ تفضلي. الأواني حدد بالقربان الذي يقدم فيه ده فعلا، أيوة، لأن كلها أواني بتاع تقديمات سائلة، خصص منها بعض للماء وخصص منها بعض للزيوت وبعض لللبن وبعض للنبيذ وبعض للجاع وبعض للعسل. لكن كان سؤال دكتور محمد بيقول إن إناء الحس هو أنا ذكرت في السلايد 15 إن إناء الحس ظهر في الأسرة الأولى، وذكرت تحديدا إن عثر على إناء يشبه إناء الحس في مقبرة الملك جرب أبيدوس. كمان في عندنا لوحة للأميرة سحنفرد، دي من عصر الأسرة الثانية، دي محفوظة في المتحف المصري بالتحرير. يعني كمان عندنا ظهر اسم الظهر حس كمخصص في اسم المدعو في لوحة خشبية لحيسي رع، دي ترجع لعصر الأسرة الثالثة. فإناء الحس ظهر من عصر الأسرة الأولى، مش دولة حديثة ولا حاجة. أنا ذكرت كده في السلايد 15. يعني كان في سؤال مكتوب في الشات بس أنا مش عارفة السؤال الأستاذ فاكراه. أحمد غزواني، لو ممكن حضرتك تفتح المايك وتعيد السؤال لأنه ما لحقناش نكمله أو نسجله، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبغيت أسأل حول الأواني التي تسكب فيها السكائب المقدسة، مثلا هل هناك أواني مخصصة؟ مثلا في أوغاريت كانت أنابيب توضع في الأرض ويسكب فيها السائل المقدس، هل هذا موجود في الحضارة المصرية في الديانة المصرية القديمة؟ صوت مش واضح شوية دكتور، معلش السود كان بيقول بيقول انه كان في أواني. اوجاريت في اواني في الارض بيسكب فيها السائل المقدس، هل في الحضاره المصريه والديانه المصريه كان في شبه هذه الظاهره اللي ظهرت في اوجاريت؟ يقصد جرار مثبتة في الأرض يعني، ولا يقصد إيه؟ نعم نعم جرار ايوه اتفضل. كانت بتستخدم للتخزين في المعابد، تخزين النبيذ، تخزين الجعة اللي كان بيؤخذ منها ويوضع في الإناء لتقديم القربان أو للقيام بالطقس. يعني لو كانت أنا تستخدم فهمتها للتخزين صحيح، وليست للسكب. لا للتخزين، الجرار الثابتة في الأرض اللي بتوضع على الأرضية بتاعة المعبد كانت للتخزين. تمام، شكرا شكرا جزيلا. جزيلا. شكرا جزيلا. معنا أستاذة سلمى فايد، تفضلي. أستاذة سلمى المايك لو سمحتي. أيوة يا دكتور، حضرتك سامعني كده؟ أيوة كده، اتفضلي اتفضلي. بقول لحضرتك أنا عندي تعليق بس موجه لحضرتك ودكتور أحمد سعيد، اتفضلي. خاص بالعنوان بتاع الرسالة. حضرتك تمام. وأستاذ أحمد قلتوا إن المفروض يبقى العنوان مكتوب بصيغة الأواني، أواني القرابين المقدسة. حضرتك كده مش هيكون مخصص شوية ومقتصر بس على الأواني القرابين، لكن أستاذة نيفين ذكرت إن بعض الأواني دي كان بيتم استخدامها أصلاً في أداء الطقوس الجنائزية، فكده هي مش قربان. حتى في الجنائزي هي برضو قرابين ولكن جنائزية. أنا حتى بفضل استخدام مصطلح آخر، ليس القرابين ولكن أواني السكائب المقدسة، عشان تخصيص القرابين ممكن من هيكون ما هو سائل وما هو جامد، فبالتالي احنا بنخصص سواء للمية، اللبن، النبيذ، الجاعة، وممكن أيضا يضم إليهم الدهون العطرية أو الزيوت العطرية لأنها أكتر هي زيتية، وبالتالي هي سكيبة وليست قربان جامد كالخبز أو الأوز أو الفواكه أو الخضروات. أنا ذهبت إلى هذا المذهب بعد تعليق أستاذنا، خاصة أنه بالفعل
الأواني بتشترك ما بين الحياة الدينية والجنائزية من جهة والحياة اليومية من جهة أخرى، فما فيش تخصيص لنوع معين بعينه. فده كان سبب إن أنا غيرت من رأيي عقب كلام دكتور أحمد، رغم إنه في تيار عالمي في الدراسات الدينية والأنثروبولوجية بتعتبر أي شيء يقترب من عالم الأرباب أو الربوبية أو عالم القداسة هو بيكتسب القدسية منها. أنا مع حضرتك، بس دلوقتي برضو ما هكون خصصت بالقربان اللي جوه الإناء مش الإناء نفسه. يعني أنا بتكلم دلوقتي على لا لا لا، استخدام أنا قلت أواني السكائب المقدسة، أنا ما قلتش السكائب المقدسة. في اللغة أواني. أنا عندي مضاف ومضاف إليه، والتركيز تمام على المضاف مش المضاف إليه. المضاف إليه بيخصص المعنى لكن لا يتناوله. فهمت حضرتك، واضحة؟ يعني استخدام يعني أنا الإناء ما بقول أواني السكائب المقدسة، أنا لا أتكلم عن السكائب في حد ذاتها لكن أتكلم عن الأواني التي حملت تلك السكائب. أوكي. شكرا يا دكتور. عفوا عفوا، أهلا وسهلا بحضرتك يا بنتي. على الشات أستاذة جهاد صلاح، محاضرة جميلة وموضوع جميل دكتورة نيفين. أستاذ بيتر جوزيف، محاضرة روعة بجد أستاذة نيفين، حضرتك بتفيدينا قوي قوي. أنا شخصيا سعيد جدا بالعمل ده وأتمنى الإسراع في نشره على هيئة كتاب، ولكن كنت بتمنى بالفعل إنه العنوان يبقى أكثر دقة، أو على الأقل يتم التنويه إلى إنه ذهبنا إلى هذا المذهب، لأن البعض بيرى أن كل ما يقترب إلى عالم المقدسات والربوبية يصبح مقدس. يعني على الأقل نعمل تنويه ولو في المقدمة بجملة بسيطة، أو نقول أواني السكائب المقدسة، يعني نضيف كلمة يعني في الوسط مضاف إليه توضح المعنى أكتر وأكتر. لو قلنا الأواني في مصر القديمة أستاذ محمد منير، يبقى إحنا يهمنا الموضوع. فتحنا المجال لدراسة كافة أواني السوائل، وبالتالي خرجنا عن إطار الموضوع اللي هي خصصته. وهنا هيكون عندي اعتراض على حاجة حضرتك كويس إنك فكرتني بيها من خلال تعليقك على الشات. عارفة أستاذة نيفين، أما حضرتك استدعيتي صلاية معمر، هي الصلاية صلاية جنائزية لكن الإناء اللي عليها استخدامه في الحياة اليومية، فبالتالي هو خرج من مجال موضوع دراستك. فبالتالي حين استحضاره كصورة أو شكل في الدراسة يجب إن هو ما يكونش في صلب الموضوع أو القطع المرقمة ضمن الموضوع الأصلي، ولكن يكون كاستشهاد بيه في إطار إن الأواني دي أيضا استخدمت في الحياة اليومية، وهنا كان احتياج الملك للشرب أثناء المعركة أو أثناء الحياة اليومية وخلال احتفالات الجيش بنصره. حاضر، أوكي حاضر، شكرا لك. لأن إحنا أحيانا بنقع في خلط، لأنه اللوحة جنائزية أو الصلاية جنائزية، يبقى هنا أنا بتكلم عن إناء في بعد جنائزي يبقى هو مقدس. لأ، هو الصلاية جنائزية ده حقيقي وجدت في، أو صلاية ذات هدف جنائزي وجدت في معبد مقدس، وربما تكون هي أيضا من الصلاية الجنائزية، ده الأرجح إنها تكون جريدة أعمال للملك داخل المعبد، وبالتالي داخل معبد إلهي. ومن هنا في الحالتين سواء كانت اتفسرت من البعض باعتبار الجنزي أو في البعض باعتبار ديني في قلب المعبد، فهي في الحالتين المناظر اللي عليها ليست ذات طبيعة دينية ولكن من الحياة اليومية والحياة العسكرية. ومن هنا ده كان وجب التنويه على الموضوع ده، لأنها ليست قطعة أصيلة من قطع الدراسة. شكرا دكتور. الأواني ذات الاستخدام المقدس في الديانة المصرية، ممتاز جدا هذا العنوان يا أستاذ أحمد الغز، معلش ثانية أتأكد من الاسم ودقته، أستاذ أحمد غزواني أو دكتور أحمد غزواني. لو ممكن حضرتك تعرفنا وتشرفنا بمعرفتك نعرف الخلفية بتاعت حضرتك. أستاذ أحمد غزواني، لو حضرتك ممكن تفتح المايك وتعرفنا بحضرتك، حضرتك باحث دكتور، إيه الخلفية بالظبط؟
باحث في تاريخ الكتابة. حضرتك كتبتها باحث في تاريخ الكتابة، من سوريا ولا من أي دولة؟ دكتور بالمغرب. أنا توقعت برضو رغم أن سؤالك مرتبط بأمثلة في سوريا، لكن اللكنة لكنة مغربية، صعب أن أنا كنت يعني أخطئها. فأهلا بحضرتك وسهلا معانا. شكرا للجميع. معنا أستاذة نيفين ثروت أيضا عندها مداخلة، اتفضلي. هو دكتور بس عايزة أنوه عن حاجة، هي لما دكتور أحمد محمد الغزواني ده سأل عن الأواني إن كانت للسكب أو إنها مثبتة، أو يعني بيعمل ربط بينها وبين الأواني في مصر والأواني في سوريا، تمام. فهو في فعلا الأواني الفخارية. أنا لما درست في دراستي للفخار في أواني فخارية، في أواني تشبه الجرار، لأن الجرة عندي بيتراوح طولها او ارتفاعها من بدايه من 25 سم وبتوصل ل 75 سم، فال 25 سم دي فعلا يعني اجتمعوا ان ممكن تستخدم في السكب، او ممكن تستخدم كاواني للمائده، او ممكن تستخدم لها وجه داخله مقابر، فممكن يكون عندي فعلا اواني او جرار انها بتستخدم في السكب. بس يعني دي حاجه بسيطه يعني، وفعلا الباحثه ما شاء الله يعني العرض، أسلوب العرض والباوربوينت رائع، شكرا تقدير شكرا واحترامي طبعا، وتنظيم المحاضرة يا دكتور باسم، وشكرا لحضرتك. شكرا 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 لك على المداخلة. بالفعل لدينا العديد من الأواني الأخرى بأحجام مختلفة، لكن فيما يخص موضوع الباحثة وهو الأواني ذات الاستخدام المقدس أو أواني السكائب المقدسة، سواء استخدمنا فكرة الاستخدام العام، أنا يعني بميل أكتر لفكرة أواني السكائب المقدسة عشان هي مرتبطة بسوائل، لأنه الأواني ذات الاستخدام المقدس لدينا أواني بتستخدم في الأكلة الطقسية وبالتالي فيها أطعمة وليست سكائب، فبالتالي هي خارج موضوع الدراسة. عشان كده كان تحديدي للعنوان أكتر بأواني السكائب المقدسة كنوع من التخصيص والتوضيح إيه الهدف والقدسية بتعود على إيه. وممكن يذكر انه نفس تلك المصطلحات والمسميات استخدمت ايضا على نفس الاواني المستخدمه في الحياه اليوميه لمزيد من الايضاح للقارئ. دايما الشيء بالشيء يذكر وبالاضداد تتضح الصوره. شكرا حضرتك مشرفنا استاذ احمد غزواني من المغرب الشقيق، ونتمنى ان نقدر نعمل في مره محاضره او يعني ورشه عمل، يعني دراسة مقارنة عن بعض الأشياء المشتركة ما بين مصر القديمة والمغرب القديم. ده شيء يسعدني ويشرفني. أهلا بالحضور الجدد أستاذة ياسمين وكل من دخل وانضم إلينا في هذه الجلسة. بشكر الباحثة نيفين حنا على دراستها، وبشكر عناية طبعا أستاذتها المشرفة معالي الأستاذة الدكتورة هدى عبد المقصود، الأخت والزميلة والصديقة الفاضلة، يعني منها لها مني كل التحية والتقدير على دورها في جامعة المنيا، إشرافها على كم من الرسائل ومساعدتها للباحثين والباحثات، واللي منها نموذج مشرف أستاذة نيفين. وأنا طلعت رسالة ورأيت مدى المجهود اللي بذل فيها، وأنا بعرف إنه طبعا الباحث عندما يلقي بحثه للمرة الأولى بتبقى فيه رهبة، فما بالنا برهبة اونلاين وفي وجود حضور ضخم وتسجيل. فبالتالي انا مقدر تماما ما مرت به الباحثه، وبشكرها رغم كده على ثباتها للاخر بثبات بنسبه عاليه وجوده في تقديم الماده. بشكرها زي ما البعض ذكر على الباوربوينت اللي معمول بشكل احترافي والعرض المفيد والطيب اللي كلنا استفدنا منه. شكرا جزيلا. في شكرا اقتراح حول موضوع قدسية الكتابة لدى المصري القديم، حاضر إن شاء الله نسجل الموضوع ده، ويا ريت تفكروني بيه دايما عشان لو حصل إن أنا نسيت قدسية الكتابة لدى المصري القديم. ليلة سعيدة على حضراتكم أجمعين، وإن شاء الله هيكون لدينا في الأسبوع المقبل محاضرة أخرى من باحثة قديرة جدا. الموضوع اللي هنكون فيه المرة الجاية موضوع أنا يعني عزيز جدا على قلبي، ولسه كنت يعني في مساعدة لإحدى الباحثات في موضوع أطروحتها،
انه يقترب من هذا الموضوع قليلا، وهو السبت القادم 2 نوفمبر 8 و10 مساء، السحر في المرحلة القبطية القديمة. وليه بنقول المرحلة القبطية القديمة؟ لأن الكتابة القبطية بتنقسم إلى فترتين كبار، ما قبل اللهجات وفترة اللهجات. اللهجات بتتنوع لعصور ولهجات مختلفة، وما قبل اللهجات من ضمن ما تمر به الكتابة القبطية ما يعرف باسم المرحلة القبطية القديمة أو Old Coptic. بحثتنا هي معالي الأستاذ الدكتور المساعد نسمة إبراهيم، أستاذ اللغة المصرية القديمة تخصص القبطية كلية الآداب جامعة الوادي الجديد مصر، ستحدثنا عن السحر المسجل بالكتابة القبطية القديمة بتماته، موضوعاته، أغراضه، الهدف منه، مثل أيضا في باحثة واعدة حصلت على درجة الماجستير في السحر والتمائم في مصر البيزنطية تحت إشراف الأخ الفاضي معالي الأستاذ الدكتور خالد غريب، رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآثار جامعة القاهرة. وإن شاء الله قريبا نستضيفها في المنصة لتتحدث عن السحر في الفترة البيزنطية، بغض النظر عن الكتابة المقدم بها سواء كان يونانية أو قبطية أو أيضا كتابات طلسمية أو أيضا كتابات عبرية، وأحيانا الاختلاط بكتابات ديموطية وما شابه. إذن رغم اختلاف الكتابة إلا أنه يزال موضوع السحر. ما السبب في السحر؟ من يطلب السحر؟ فيما يطلبه؟ كيف يقدم؟ وإيه الهدف منه؟ كل دي موضوعات إن شاء الله نتطرق إليها في محاضرة السبت القادم مع دكتورة نسمة إبراهيم، وأيضا فيما بعد مع الباحثة أنطونيا ثابت. أخيرا يوم السبت 9 مع أستاذ حسام ياسر فوزي عبد الهادي، الليلة الأخيرة حتى الخروج إلى النهار، وهو باحث دكتوراه مستقل من قسم الآثار المصرية كلية الآثار جامعة الأقصر في مصر. وكما تلحظوا أنه مؤتمرنا بيتنوع في الباحثين والباحثات من مختلف المؤسسات البحثية في مصر أو من خارج مصر، سواء البعض مدنا من الكويت، من سوريا، من ألمانيا، من لبنان، من الجزائر، والحضور أيضا متنوع، ولدينا من السعودية ومن العراق ومن المغرب العربي. فكل الشكر لحضراتكم وللمداومة، وننتظركم إن شاء الله في محاضرة الأسبوع القادم اللي أنا بنتظرها بفارغ الصبر. أنا متشوق مثلكم تماما للاستماع إلى تلك المحاضرة والاستفاد من معالي الأستاذ الدكتور نسمة إبراهيم. ليلة سعيدة على حضراتكم، أتمنى ما نكونش أطلنا، وفي انتظارنا السبت القادم 8 و10 مساء. تصبحوا الخير.